بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على جزئيتين بسيط قوي، ازاي اقدر اكسس بالبايندينج اتريبيوت ده ممكن مثلا اعمل بعض الابديت السالري، مثلا عايز اعمل كولم بوتوم والبوتوم ده من خلاله اقدر ابديت السالري بتاعه الاوريدي الريكورد الحالي اللي انا موجود عليه ده ممكن، فكده هعمل اكسس اتريبيوت بايندينج تمام، وازاي اكسس اوبريشن ماين زي كوميت رول باك وخلاف تمام. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ ده اللي احنا فعلا اوريدي عايزين نشوفه دلوقتي. تعالى كده بمنتهى البساطه، انا بس عملت تعديل بسيط قوي على الشاشه. ايه هو اللي انا ضفت من الفيو لينك اللي موجود جوه الديبارتمنت اي دي، ضفت هنا البنوية على الشاشه تمام، وعملت بوتوم وسميته ابديت سنتر، والابديت سنتر ده بوتوم ما عملتش عليه اي اكشن تمام، يعني ما عملتش اي حاجه خالص اوكي. وعملت بس برضك تعديل تاني بسيط، اللي انا دخلت جوه البيج ديفينيشن ضفت اكشن جديد، يعني جيت هنا عملت اد واكشن، والاكشن ده انا عملته ايه؟ كومنت. اوريدي الكلام ده طبعا احنا عملناه قبل كده اكتر من مره، بس هو ده اللي عملته، ما عملتش اي حاجه تانية اكتر من كده. طب تعالى بقى نيجي هنا نشتغل، انا جوه هنا الابديت سالري، الابديت سالري ده انا عايز اعمل عليه اكشن ليستنر بحيث ان هو يزود لي الكرنت سالري بتاعت الموظف الحالي. فاجي هنا بمنتهى البساطه على الاكشن ليستنر واقول له edit، هتشتغل على ايه؟ هشتغل على ماي بين تمام. اسم الميثود ايه؟ انا هاخد نفس الميثود اللي في المثال عندي اوكي، انا مسميها وليكن مثلا increase sale okay. ماشي، هو المثل هنا موجود على طول increase current salary، دي اسم المثل وليكن بتاعتي. فهاخد اسم المثل دي، سميها طبعا الاسم اللي يعجبك، يعني انا هنا مسميها حاجة معبرة increase current salary وانت اوكي اوكي. هفتح دلوقتي طبعا البين بتاعتي، هلاقي هيظهر الميثود اللي انا لسه محددها اللي اسمها increase current salary. طيب هتكتب فيها ايه اول حاجه؟ برافو عليك، هتقول لي انا هروح على الكونتكست واجيب البيج اللي انا واقف عليها. اقول لك تمام بالظبط، هو ده فعلا اللي انت هتعمله، شايف الخطوات سهله ازاي؟ هروح جوه باستخدام البايند كونتكست هجيب الكرنت get current get current binding entry كده. انت وصلت للبيج ديفينيشن اللي موجود فيها. طب انت المره دي عايز تاكسس اي تريت ولا لا؟ ده انا عايز اكسس اي اتريبيوت، فهقول له البايند كونتينر دوت جيت، وادي له هنا اسم الاتريبيوت اللي انا عايزه، وقصت الموضوع ده لاتريبيوت بايندنج. ففعلا عملت اتريبيوت بايندنج وسميته ايه؟ سري اتريبيوت. السري اتريبيوت ده خلاص ده بقى عندي اتريبيوت تمام اوكي، يعني انا وصلت هنا لايه؟ للاتريبيوت كفيلد تمام اوكي، او كاوبجكت موجود عندي. انا عايز اجيب الفاليو اللي موجوده فيه، فاوريدي باستخدام الاوبجكت ده اللي هو السر اتريبيوت هقول له دوت جيت انبوت فاليو، ده فعلا اوريدي اللي عملته هنا في المثال بقى تمام اوكي. شيل السطور دي مكبرش الدنيا على الفاضي، ده اوريدي فعلا اللي انا جبته في المثال. قلت له هنا جيت، دخلت جوه الاتريبيوت وجبت الانبوت فاليو وحطيتها في متغير من نوع نمبر اللي هو طبعا اوريكال جيبو دوت نمبر تمام. انت خلاص دلوقتي بقى عندك السالري عايز تزود عليها، هقول له هنا السالري اتريبيوت تمام اوكي اللي هو بقى موجود عندي تمام دوت سيت انبوت فاليو، يعني هحط الانبوت فاليو بتاع السالري اتريبيوت اللي انا جبتها اللي انا عملتها اللي انا عملت لها جيت تمام اوكي. هقول له حط لي السالري ده تمام اوكي اللي موجود عندك جوه البايندنج كونتينر، حطه لي بالسالري اللي هو السالري حاليا دوت اد بلس الحاجه اللي اوريدي اللي انت هتحددها، وليكن مثلا حددت له هنا 1000، يعني هو هنا يشوف السالري الحاليه بكام تمام اوكي، ويأد عليها 1000 ويحطها داخل السالري اتريبيوت تمام. بالشكل ده اوريدي انت عملت الخطوه الاولى ان انت عملت زياده للسالري. طيب
انت دلوقتي لو عندك زرار مثلا على الشاشة دي رول باك، دوست على البوتوم ده اوكي زودت السالري، وفي الاخر دوست على البوتوم اللي اسمه رول باك، خلاص ولا كأنك عملت حاجة، هيعمل تراكم. طب انت عايز تزود والبوتوم نفسه من ضمن وظايفه انه يعمل كوميت، يبقى انا كده ساعتها اقوم رايح على طول برضك على الاوبريشن، هقول له هنا بايندينج كونتينر، خلاص انا اوريدي عندي البايندينج كونتينر، دخلت جوه البايندينج كونتينر جيت اوبريشن كوميت، يبقى انا كده بقى اكسس على اوبريشن من جوه البايندينج اللي موجود حاليا، تمام. وبقول له هنا سميتها طبعا انا كوميت اوبريشن، قلت له كوميت اوبريشن دوت اكسكيوت، يبقى انا كده رحت عملت اكسس على اوبريشن معينه اللي هي كوميت، وقلت له كوميت دوت ايه اكسكيوت. تعالى كده ناخد فعلا السطور البسيطه دي كنترول سي، امبورتاتك طبعا، وبعد كده نفس القصة الاوبريشن ده كومنت طبعا مش هيترين كده كده كنترول سي، وتعالى لي اعمل القصة البسيطة دي كليكم مع انتر اوبريشن بايندينج، وسيف شغلك واعمل لي هنا بوتوم، هسحب بوتوم على حتى هنا مش مشكلة، البوتوم ده تعمل عليه باين تو دي اف كنترول سموه رول باك، نقول اوكي عشان نتأكد بس بمنتهى البساطة ان انا ما بيحصلش عندي ايه الرول باك. يبقى البوتوم ده بيعمل سيف وبيعمل في نفس الوقت ايه، خلاص بينهي الاوبريشن بتاعتك بمنتهى البساطة. تعالى الرن، لحد ما يستجيب انا اوقف الفيديو. تمام، انا دلوقتي هوريكم مثلا على ديبارتمنت رقم 20، طبعا ماستر ديتيل هي واضحة قدامي قوي، والموظف ده المرتب بتاعه كام؟ هتقول لي 13,000، اقول لك ماشي يا سيدي. طبعا الرول باك من فوق التشريد ديسيبل بس بتاعه، بس ما علينا مش مشكله. انا خليته هنا وليكن مثلا كام، خليته 10,000 نيكست، وعملت رول باك وجيت هنا على الديبارتمنت رقم 20 رجع تاني كام، 13,000. طيب تمام ماشي. طب انا عايز دلوقتي انكريس، هتقولي عادي جدا دوس على الابديت سالري، هو هنا كام حاليا؟ 13,000، بقى كام؟ 14,000. هتقولي ماشي بسيطة اوي، تعالى عايزين ندوس رول باك، اعمل هنا بريفيوس كام؟ 14,000، ورول باك مش فعال لان انت اوريدي دوست ايه؟ دوست كوميت، تمام؟ حتى كمان اهو first next، وجيت وانا اوريدي الرول باك برضك مش فعال لان انت خلاص دوست ايه؟ دوست كومنت. كده بالمثال البسيط ده يا جماعه احنا قدرنا فعلا ناكسس على الاتريبيوت بايندينج، وقدرنا ناكسس في نفس الوقت على الايه؟ على الاوبريشن بايندينج. حاجه اخيره، كود من الاكواد الستاندر، لو انت عايز تظهر مسج عندك على الشاشه، يعني بعد ما يعمل سيف تظهر مسج عندك على الشاشه ان هي مثلا الداتا از سيفد وهكذا، دي بتعملها ازاي؟ باخد هنا اوبجكت من حاجه اسمها فيست مسج، تمام، وبديله هنا بقول له الاوبجكت ولا يكون سميته اي حاجه، وقلت له المسج نفسها ايه اللي هي سيفد تشينج، وقلت له هنا فيست كونتكست دوت جيت كرنت انستنس دوت اد مسج نول، والمسج يعني الاول هيدخل جوه الفيسز الفيسز كونتكست نفسها ويحط الكرنت انستنت
دوت اد مسج، ويحط المسج معينه اللي هي الايه المسج اللي انت اخترتها، تمام؟ دي اسمها ايه فيسز مسج، ده كود ستاندر عندنا. طب نتيجته ان انت لما هنعمل دلوقتي عملنا ريفرش، انت دلوقتي مثلا واقف على موظف معين، الموظف ده انت اوريدي طبعا حاطط كل الكلام ده في نفس البوتوم، انه هيسيف ويطلع مسج 9000، المفروض هيبقى 10000، وطلع لنا هنا ايه سيف ذا تشينج. ده بس المثال كده، احنا كده كملناه، وان شاء الله كده يبقى الفيديو ده انتهى تماما. ناخد فيديوهات اخرى بقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.